مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدينا الأعزاء في فلسطين المحتلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما فلسطينية. ونناقش في الجزء الأول أبعاد وتداعيات قرار منظمة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأونروا التوقف عن مساعدة المتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. وفي الجزء الثاني نناقش تداعيات وأبعاد عملية القنيطرة الإسرائيلية ضد حزب الله ورد الحزب بعملية شبع. أهلا بكم. فقد أعلنت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأونروا التوقف عن مساعدة المتضررين من الحرب الإسرائيلية على غزة ووقف إصلاح المنازل المدمرة والامتناع عن دفع بدل الإيجار لهؤلاء المتضررين. وقد شكل القرار صدمة لأصحاب البيوت المدمرة وللمؤسسات الأهلية والفصائل الفلسطينية بسبب التداعيات الكبيرة التي ستنتج عن هذا القرار. وكردة فعل على هذا القرار خرج مئات من أصحاب البيوت المتضررة في تظاهرة أمام مقر الأونروا في غزة بدعوى من الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار، كما تظاهر المئات من اللاجئين أمام مراكز الأونروا في محافظتي الوسطى وخان يونس، وحاول عشرات منهم اقتحام المبنى، الأمر الذي رفضته حركة حماس على لسان القيادي البارز فيها موسى أبو مرزوق. وقد فسرت أونروا قرارها بأنه اضطراري بسبب نقص الأموال، مشيرة إلى أنها حصلت على ما نسبته 20% فقط من مجموع ما خصص لعملها في مؤتمر الإعمار في القاهرة. حركة المقاومة الإسلامية حماس من جهتها وصفت قرار الأونروا بالخطير والصادم للغاية، مؤكدة أنه سيؤدي إلى زيادة معاناة غزة ويكرس مأساة الآلاف من الأسر المشردة والمدمرة بيوتهم. ولمناقشة هذا الموضوع ولمصاحبتنا على مدار الحلقة يسعدني استضافة الدكتور حافظ الكرمي المحلل السياسي والرئيس السابق لمنتدى الفلسطينيين في برلين. أهلا وسهلا دكتور حافظ الكرمي. دكتور، يعني ما هي الأسباب الحقيقية وراء قرار المنظمة الدولية الأونروا وقف المساعدات وهي تعلم أكثر من غيرها كم أهل غزة في أمس الحاجة لمثل هذه المساعدات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الأسباب المعلنة من قبل الأونروا أنه ما عندهم مش فلوس، وأن المانحين الذين تعهدوا بأن يدفعوا 5 مليارات و400 مليون في مؤتمر قبل القاهرة قبل 4 شهور من الآن لم يدفعوا إلا قريب من 137 مليون دولار. هذا ما أعلنته الأونروا. لكن على كل الأحوال نحن نعتقد أن القضية خارج، يعني ليس فقط ما أعلن عنه، بالفعل أن هناك حصار يضيق على غزة، وهذا الحصار وصل إلى مرحلة قذرة جدا. حتى الأمر الذي كان يسير منذ 67 عاما وهو الأونروا وتمويل الأونروا بشكل طبيعي وعادي، التي كانت بحيث تقوم ببعض واجباتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين والذين يشكلون أكثر من 70% من عدد سكان غزة، حتى هذا الذي كان يسير بشكل طبيعي واضح أن ما يسمى المجتمع الدولي أو ما يسمى الأمم المتحدة، لا أدري من أين هو يعني ماذا لم تقم الأمم المتحدة بعلى الأقل أن تغطي الشيء الطبيعي العادي، فتتوقف عن تقديم المساعدات، توقف عن تقديم الأغذية، عن حتى عن دفع بعض أجرة البيوت المهدمة إلى غير ذلك من الأمور. أعتقد أن هذا هو جزء من الحصار الذي يضيق على غزة بأطراف، للأسف أطراف عربية وأطراف فلسطينية وأطراف دولية. طيب اسمح لي دكتور حافظ، يعني دعنا نشاهد تقرير عده الزميل عدنان حميدان عن تفاصيل هذا القرار وما هي التداعيات المحتملة على أهل غزة بالتحديد. إذا نشاهد تقرير من إعداد الزميل عدنان حميدان.
هكذا نقل الغزيون آمالهم وآلامهم إلى المانحين المؤتمرين في القاهرة لإعادة إعمار غزة بعد أن شرد عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير عليها بعشرات الآلاف منهم، وانهمرت وعود المانحين بمليارات الدولارات وتسابقوا في إصدار القرارات، ولكن لم يصل غزة إلا النزر اليسير على ما يبدو. مجموع ما وصلنا من أموال هو 135 مليون دولار حتى الآن. طلبنا في مؤتمر القاهرة ب 724 مليون دولار. عمليا أموال الإعمار لم تصل إلى قطاع غزة. من شأن هذا الموضوع فعلا أن يزيد من معاناة الناس. وعليه كان الغزيون على موعد مع طعنة جديدة يغرزها المجتمع الدولي في خاصرتهم بقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا وقف المساعدات التي تقدمها لنحو 96 ألف أسرة من أصحاب البيوت المتضررة والمدمرة إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ما أثار غضبا عارما في غزة ودفع بأصحاب البيوت المدمرة إلى مهاجمة مقر الأمم المتحدة وسط مدينة غزة. وضع العائلات أمام فصل جديد من حكاية تشرد لا تنتهي. أنا إلي ثلاث بيوت، واللي ثلاث بيوت مكونة من 27 نفر، وأنا ماخذ أنا وأولادي هالوقت ثلاث بيوت، والثلاث بيوت بدفع لهم كل شهر 25 مليون يعني 500 دينار. من وين أنا بروح أجيبهن؟ من وين؟ مش معي خربان بيوتنا؟ كمان الأجار ما بدهم مش يعطونا؟ وين نروح؟ وين نروح بعد هيك؟ وين؟ الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار تقول أن الأونروا بإعلانها وقف مساعداتها المالية لمتضرري الحرب تضع نحو 16 ألف عائلة تسكن في البيوت المستأجرة تحت تهديد الرحيل والعودة إلى مراكز الإيواء، خصوصا أن نصفها فقط قد تلقى مساعدات من الأونروا وغالبيتهم لم يتلقوا أي مساعدة حتى الآن. نعم دكتور حافظ، إذن القرار يبدو أن له تداعيات إنسانية من الواضح أنها خطيرة، والسؤال هو يعني استمرار لما تفضلت به أن هناك كما يبدو جهات تستفيد من مزيد من الضغط على المتضررين من الحرب، مزيد من الحصار لأهل قطاع غزة، من هذه الجهات المستفيدة من ذلك؟ أنا أعتقد أن الأمور واضحة، يعني الآن أي طفل في غزة وفي الشعب الفلسطيني يعرف من هي الجهات التي خلف هذا الحصار، ولا نريد أن نذهب بعيدا وحتى نسمي الأسماء بمسمياتها ونقول أن على رأس هذه الجهات هي السلطة الفلسطينية ومحمود عباس بشكل أساسي وواضح، لأنه ليس فقط هو يشارك في الحصار، وإنما المعلومات التي ترشح أنه لا يريد لغزة أن تبقى كما هي غزة العزة المقاومة التي تقف أمام الاحتلال، وبالتالي يجب أن تركع غزة. فهو الآن لنترك قصة رواتب الموظفين وقصة الوزارات اللي واقف في غزة وقصة أنه السلطة بعد أن شكلت الحكومة قبل 7 أو 8 شهور من الآن لم تنفق على غزة شيئا يذكر، لا على موظفين فيها ولا على وزاراتها ولا غير ذلك، إنما للأسف الشديد هو وجود تآمر مع النظام الانقلابيين في مصر من أجل تجديد الحصار على غزة. وما يحصل على الحدود الآن في غزة من تدمير حتى مدينة رفح وعمل منطقة رافعة وقتل كل هذا النظام الانقلابي في مصر مع نظام السلطة الفلسطينية في رام الله، أعتقد أن هذان يقومان بهذا الدور. طبعا المصلحة الكبرى في هذا الأمر وفي هذا الخنق هو للكيان الصهيوني الذي أذاقته غزة يعني الويلات في الحرب الماضية، كما أنه دمر غزة ودمر بيوت في غزة وقتل أطفال ونساء، لكن غزة بقيت واقفة وخرجت من بين الرماد وهي ترفع رأسها
عزيزة بإيلامها لهذا الاحتلال. طيب اسمح لي دكتور حافظ، ينضم إلينا الآن أدهم أبو سلمية رئيس اللجنة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار من قطاع غزة. سيد أدهم أبو سلمية مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. هو السيد أدهم المتحدث باسم الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار. وأنتم سيد أدهم دعوتم الفلسطينيين إلى التظاهر أمام مقرات الأمم المتحدة اعتراضا على قرار وقف المساعدات. يعني الآن هذا الإضراب أو هذه المظاهرات أدت إلى مخالفات قانونية واعتداء على مقرات الأمم المتحدة في أمر يعتبر سابقة ولا يجوز في العرف الدولي. هل هناك وسائل أخرى يمكنكم أن تقوموا بها للضغط على الجهات التي تقف خلف هذا القرار؟ ومن هي هذه الجهات من وجهة نظركم؟ هل هي الأمم المتحدة أم جهات أخرى؟ سؤال في غاية الأهمية حقيقة حول ما حدث أمام مقرات الأمم المتحدة. يعلم الجميع أن مقرات الأمم المتحدة وتحديدا الأنوروا تعمل في الأراضي الفلسطينية منذ العام 49 من القرن الماضي، أي بعد احتلال فلسطين بعام واحد. كذلك يعلم الجميع أن هذه المقرات منذ ذلك التاريخ وحتى هذا اليوم أكثر من 64 عام أو 65 عام ولم تتعرض لأي اعتداء على الإطلاق، حتى في أصعب الظروف وأكثرها يعني صعوبة وقساوة كانت دائما مقرات الأمم المتحدة محل احترام لدى الشعب الفلسطيني، وبالمناسبة لا زالت محل احترام وتقدير وستبقى محمية وسنحميها، لأننا كفلسطينيين نعتقد أن هذه المؤسسات جاءت لخدمة الشعب الفلسطيني ويجب أن تبقى يعني محترمة ويجب أن تحترم. لكن أخي الكريم دعنا نضع السؤال الأهم، ما الذي دفع الناس أن يصلوا إلى التنفيس عن الغضب الموجود بداخلهم أو حالة القهر من الظلم الذي يتعرضون له؟ ما الذي دفع الناس الأطفال والنساء لطرق أبواب الأمم المتحدة؟ أحد في مقر الأمم المتحدة أعتقد أنه تم تضخيمه، هو ما حدث أنه مجموعة من الأطفال حملوا بعض الحجارة وطرقوا على باب مقرات الأمم المتحدة بعد أن رفض العاملين داخل هذه المقر استلام رسالة موجهة إلى السيد روبرت سيري المبعوث الأممي، هذا الرجل الذي شارك ويشارك الآن في جريمة الحصار على الشعب الفلسطيني من خلال خطة إعادة الإعمار التي قدمها، هذه الخطة التي لا تلبي أبسط حاجات الناس. النقطة الثانية أن هذه الوقفة الغاضبة من أبناء شعبنا الفلسطيني من حوالي 600 ألف من الناس الذين تضرروا، ثلث السكان تضرروا بشكل مباشر من قرار الأنور ووقف مساعداتها وخدماتها المالية. من بين هؤلاء 600 ألف هناك 800 ألف مواطن الآن لا يعرف ماذا سيكون مصيرهم بعد نهاية هذا الشهر، هل سيكونوا مضطرين للعودة إلى مراكز الإيواء أم أنهم سيعودون إلى الشوارع أم أنهم ستدبرون أمورهم؟ وبالتالي كان القرار قرار صادم لكل الفلسطينيين. طيب سيد أدهم، في هذا الشهر أن تقدم الأنور ومساعدات مالية لحوالي 16 ألف عائلة لبدل إيجار في بدل بيوتهم التي دمرها الاحتلال، فإذا بالقرار مخالف يعني يأتي بالعكس، وبالتالي خرج الناس يحملون بعض الغضب. طيب واضح الفكرة، فكرة وتفسير واضح سيد أدهم، لكن أنتم يعني من خلال كلامك تتهم روبرت سيري بأنه أصبح جزءا من عملية الحصار وتشديد الحصار على قطاع غزة، لكن روبرت سيري اليوم تحدث وقال أن السبب هو عدم الاتفاق الفلسطيني أو الانقسام الفلسطيني، لأن المتبرعين والداعمين الدوليين يريدون حكومة قادرة على إدارة المال الذي سيأتي من هذه الدول. إذن المشكلة الكرة كما يقال في ملعبكم. يعني حقيقة روبرت سيري بتصريحه اليوم هذا تدخل سياسي سافر في الشأن الداخلي الفلسطيني، هذا من جانب. من جانب آخر هو استمرار لحالة التبرير، تبرير جرائم الاحتلال. روبرت سيري برر الحصار الإسرائيلي بعد أن كانت كل الدنيا تقول أنه عقاب جماعي مخالف للقانون الدولي الإنساني، جاء روبرت سيري بخطة إعادة إعمار
لا تنتصر للجلاد وتنتصر للجلاد وهو الاحتلال الإسرائيلي وتقدم له كل المبررات اللازمة لاستمرار المماطلة. طيب أنا بدي أقول للسيد روبرت سيري كلمة أو نقطة ربما غفل عنها في تصريحه، أنه هناك اتفاق بين الأونروا والسلطة الفلسطينية تقوم على أن تقوم الأونروا بالتواصل مباشرة مع المانحين وأن تقوم هي باستلام الأموال من الدول المانحة وتوصلها مباشرة إلى المتضررين دون تدخل السلطة الفلسطينية. هذا السبب أو هذا كان بطلب من الأونروا حتى نخرج من الأزمة السياسية الداخلية الفلسطينية. النقطة الثانية، ما علاقة الوضع الإنساني؟ منذ متى كانت الأونروا أو مؤسسات الأمم المتحدة خدماتها الإنسانية تكون رهينة المزاج السياسي أو الوضع السياسي الداخلي؟ الأونروا تعمل أو مؤسسات الأمم المتحدة تعمل في كل المناطق التي يوجد فيها صراعات، سواء كانت صراعات داخلية أو صراعات غير داخلية، وتحيد نفسها عن التدخل. ما قام به روبرت سيري اليوم هذا تصريح بالغ الخطورة، ويجب أن يقف هذا الرجل عند مسؤولياته وأن يقف عند حدوده. طيب. لا يعقل أن يتحول من مبعوث أممي المفروض به أن يحمي كرامة الناس في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام إلى مبعوث يقدم مبررات للدول المانحة التي لم توفي بالتزاماتها وتعهداتها. طيب سيد أدهم، قبل ذلك مبررات للاحتلال الإسرائيلي. سيد أدهم، الآن الصورة واضحة والواقع واضح والمعاناة وتداعيات القرار الكارثية واضحة، ماذا أنتم فاعلون كقوى شعبية، كمنظمات شعبية، منظمات أهلية معنية بالتخفيف من معاناة هؤلاء المواطنين المتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة؟ يعني نحن حقيقة سنواصل نضالنا الشعبي حتى انتزاع حقوقنا. نحن لسنا متسولين، نحن شعب يتعرض للاحتلال. هذا الاحتلال ما كان له أن يكون لولا الغطاء الدولي الذي أعطي له قبل عدة عقود، ونحن أيضا شعب يتعرض لحصار منذ 9 سنوات، ما كان لهذا الحصار أن يكون لولا أيضا هذا التواطؤ الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي. ونحن أيضا شعب يتعرض اليوم لاعتداءات وعدوان وحروب للأسف الشديد أمام سمع وبصر العالم، وبالتالي نحن لسنا متسولين. هذه حقوق طبيعية لشعبنا الفلسطيني سننتزعها بإرادتنا. نحن لا نريد أن نعود إلى المشاهد التي كانت أمام مقرات الأمم المتحدة، لكن نحن قلنا للجميع أن استمرار الضغط لا يمكن أن يولد إلا الانفجار. وإن شعبنا الفلسطيني و600 ألف الذين تضرروا الآن بشكل مباشر من قرار الأونروا لن يقفوا صامتين طويلا أمام هذا الظلم الذي يتعرضون إليه. فكرة وصلت سيد أدهم. يتحمل مسؤولياته. سيد أدهم أبو سلمية، أشكرك شكرا جزيلا، الناطق الرسمي باسم الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار من غزة كان معنا عبر سكايب من قطاع غزة. دكتور حافظ، يعني هذا الاتهام لروبرت سيري الحقيقة فيه قدر من المبالغة. يعني روبرت سيري هو رجل فني وليس سياسي، رجل منفذ وليس صاحب قرار، رجل إن لم يكن لديه أموال كيف يمكن أن يخدم قطاع غزة وأهل غزة؟ المسألة أكبر من روبرت سيري. وعندما يقول روبرت سيري أن الانقسام يؤثر، نعم هو ذريعة لدى من يريدون مثل هذه الذرائع حتى يحولوا دون وصول الأموال إلى قطاع غزة، أليس كذلك؟ أنا أعتقد أنه يعني لو اكتفى بالقول أنه لا يملك مالا وأنه لا يوجد في خزائن الأمم المتحدة أو الأونروا مال لينفقه على الناس قد يكون هذا الكلام مقبول، لكن أن بالفعل أنه هو يبرر ذلك سياسيا بأن يقول أن الانقسام الفلسطيني هو السبب في عدم إعطاء الأموال المانحين للشعب الفلسطيني، ذكر السيد أدهم كلاما جميلا بأن لماذا لا تقوم الأونروا والأمم المتحدة نفسها بقبض هذه الأموال وتتجاوز قصة الانقسام. هناك وعود بأرقام واضحة ومحددة لدول أعلنت أمام الناس أمام الملأ بأنها ستدفع هذه الأموال، والوسيلة التي اتفق عليها في مؤتمر القاهرة أن تكون الأمم المتحدة هي الوسيلة لإنفاق هذه الأموال من غير أن تتدخل، لا تتدخل حماس ولا تتدخل الفتح ولا السلطة الفلسطينية والفصائل ولا أي جهة أخرى. فلماذا لا يقوم بهذا الواجب؟ إذن القضية ليست قضية الانقسام الفلسطيني، القضية مع
أن الانقسام أو ما يسمى بالانقسام، أنا قلت من البداية أن السلطة الفلسطينية لا يهمها الشعب الفلسطيني ولا يهمها أهل غزة، ويبدو أن مقولة رابين أنه يصحو ويجد غزة قد غرقت في البحر الآن يطبقها عباس بشكل بحذافيرها، في بأنه يريد بذلك لغزة أن تغرق ليس في البحر، أن تغرق في مشاكلها وأن تغرق في مآسيها وأن تغرق في البرد وفي المطر وفي المجاري وفي غير ذلك. أليس في كلامك دكتور ويعني بعض من يتحدثون عن كل أسباب مشاكل غزة ويعلقونها على مشجب محمود عباس، أليس في ذلك مبالغة في حجم ودور محمود عباس؟ هل محمود عباس مسؤول عن مثل هذا القرار المتحد؟ نعم هو الآن أليس ألا يدعي أنه هو رئيس للشعب الفلسطيني؟ ألا يدعي أنه هناك حكومة هي حكومته؟ واللي بده يكون كما يقال جمال بده يوسع باب بيته، ما دام هو بده يقول عن حاله هو ممثل الشعب الفلسطيني وهو رئيس الشعب الفلسطيني وحكومته حكومة الشعب الفلسطيني، إذا في عندنا حلين. الحل الأول إما أن تقوم بمسؤولياتك وتقول أنا أقوم مسؤولياتي وأفعل ما كل ما أستطيع من أجل أن أعطي غزة أو أن أرفع الحصار عن غزة أو أن أفعل عن غزة، أو أن يسلم الأمانة إلى أهلها، أو أن يترك حل هذه السلطة ويتركنا من القصة. ما الذي يمكن لمحمود عباس في مثل هذه الواقعة بالتحديد، وليس في كل مشاكل حل مشاكل غزة كلها، في هذه الواقعة بالتحديد أين يكمن دور محمود عباس فيها؟ المسألة ليس له علاقة، ليس له علاقة. إذن أين الجهود الدبلوماسية التي يقوم بها؟ أين سفاراته في العالم؟ أين الحركة التي هو لا يتحرك في العالم من أجل غزة، ولا يتحرك من أجل إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه؟ هو يتحرك، وهذا الآن لم يعد سرا. الآن أنت الآن الحكومة حكومتك، الحكومة ليس في غزة، قلت زي ما تقول حكومة حماس والانقلابيين وما إلى ذلك انتهت، الآن في حكومة طيب. معظمها من فتح في ثياب مستقلين، معظمها تتبع محمود عباس، معظمها تتلقى الأمر محمود عباس. إما أن تستقيلوا وتحلوا السلطة الفلسطينية حتى يعود الاحتلال بواجبه بمسؤولياته لإعطاء الناس حقوقهم، أو حل المجتمع الدولي هو الذي يتحمل المسؤولية. واضح. اسمح لي أشرك معنا الأستاذ عدنان أبو حسن تحدث باسم الأونروا من قطاع غزة. أستاذ عدنان مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أستاذ عدنان. من هو المسؤول عن قرار الأونروا وقف المساعدات وعن تداعيات هذا القرار على مئات الآلاف من المواطنين في غزة الذين يعانون منذ الحرب الأخيرة على غزة، بل منذ الحرب الأولى على قطاع غزة؟ نعم هذا صحيح، لكن ما فعلته الأونروا يعني كلمة وقف يعني أن هناك خيارات ونحن قررنا وقف أو الذهاب إلى خيار، لكن حقيقة ما حدث هو أننا أعلننا ورقة حقائق، يعني حقائق كاملة أمام المانحين وأمام الناس. منذ الأسبوع الأول لمؤتمر الإعمار، بعد أسبوع فقط في شهر أكتوبر الماضي، مفوض عام الأونروا طالب المانحين بالالتزام بتعهداتهم تجاه قطاع غزة. أسبوعيا هناك رسالة تصل إلى الدول المانحة، اجتماعات في تل أبيب وفي القدس وفي عمان وفي كل مكان، وحذرنا في شهر يناير الماضي بأن الوضع خطير، وأيضا خاطبنا المانحين حتى قبل أيام قليلة وقلنا لهم لا يمكن استمرار هذه الأوضاع بهذه الطريقة. نحن تعهدنا لأننا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين وبيوتهم، 96 ألف بيت دمرت في غزة بالنسبة للاجئين فقط، و30 ألف بالنسبة للمواطنين، بأننا سنقوم بعملية الإعمار. ولكن عمليا ما قدمناه هو حوالي 80 مليون دولار ل 66 ألف أسرة لإصلاح منازلها أو دفع بدل إيجارات، إذا إلى أن وصلنا إلى نقطة الصفر. من يتحمل؟ الجميع يتحمل المسؤولية. في مؤتمر الإعمار في القاهرة كل المتحدثين بلا استثناء، السيدة أشتون، أمين العام للأمم المتحدة، الرئيس المصري، كل من تحدث، وزير الخارجية الأمريكي كير، وأنا حضرت كنت موجود ضمن وفد الأونروا، كلهم كانوا يتحدثوا عن الاستقرار السياسي في قطاع غزة، ويتحدثوا عن ضرورة أن تكون الحكومة الفلسطينية حكومة التوافق فاعلة، وأن هذه الحكومة يجب أن تسيطر على المعابر وكل هذه الأمور. اليوم تحدث السيد روبرت سيري ممثل الأمين العام وقال بأن هناك لدى المانحين تخوفات سياسية من الاستقرار في قطاع غزة، من أن الحكومة لا تسيطر، وقائمة طويلة من الأشياء. بالنسبة لنا نحن في الأونروا هناك اتفاق مع الحكومة الفلسطينية بأنه
بالنسبة لإعمار منازل اللاجئين الفلسطينيين نحن سنقوم بهذا الموضوع، نحن نتواصل مع المانحين وليس لديهم اعتراض، ولكن للأسف الاستجابة عفوا استاذ عدنان، يعني اذا المانحين ليس لديهم اعتراض على ان تقوم الأونروا باستلام الاموال وصرفها حسب يعني طريقه الأونروا المشهود لها دوليا، اذا ما الذي يدعو سيري روبرت سيري في صباح اليوم ان يقول هذه التصريحات التي فهمت من قبل بعض الفصائل الفلسطينيه انها تدخل في الشان السياسي الداخلي ومحاوله تبرير لتشديد الحصار على قطاع غزه، وهذا يتعارض مع مهمته الاصليه التخفيف عن قطاع غزه واعاده الاعمار؟ هو انا اعتقد ان السيد سيري كان يتحدث عن اشتراطات مؤتمر الاعمار، هذا ما حدث في القاهره، كان المانحون كانوا واضحين في هذا الاطار، ولكن يعني دعنا الان نتحدث عن الحقائق. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث لا توجد استجابه من المانحين. لماذا؟ قال السيد روبرت تيرنر في بياننا الصادم كما يقولون، قال بان موقف المانحين غير مفهوم غير واضح بالنسبه لهذه القضيه. نحن على اتصالات مستمره ليل نهار، يعني اقول لك في كل ساعه هناك اتصالات من كافه مكاتبنا في بروكسل، جنيف، واشنطن، في القدس، في عمان، في بيروت، في كل الاماكن حول هذه القضيه. هناك حراك معين في هذا الموضوع. راينا الناطق باسم البيت الابيض بالامس طالب المانحين بالالتزام بتعهداتهم، والقائمه طويله في هذا الموضوع، يعني هناك اشياء ملموسه علنيه وهناك اشياء لن اتحدث عنها. طيب بالنسبه لهذا الموضوع ونحن نعم استاذ عدنان، يعني انتم كجهه معنيه بتخفيف معاناه المواطنين، يعني في تقديركم ما هو حجم تداعيات مثل هذا القرار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكيف يمكن أن تنفوا بمعنى المواطن الغلبان في قطاع غزة المتضرر من الحرب أو الحروب الإسرائيلية بات يشير بإصبع الاتهام ربما لعدم فهمه أن الأونروا بدأت يعني تعمل بشكل متناقض مع مهمتها الأصلية، وبدأت ترى من قبل هؤلاء بأنها جزء من الحصار بدل أن تكون جزء من تخفيف الحصار وتخفيف من معاناة الناس؟ ماذا أنتم فاعلون؟ أعتقد أن الناس نعم أنا لا أعتقد أن الناس في قطاع غزة يعني ينظرون إلى الأونروا بنظرة سلبية. في حرب غزة الأخيرة كنا لوحدنا في غزة، نحن كنا نعمل لوحدنا، قتل لنا 10 موظفين، يعني 12,000 موظف عملوا ليل نهار، كان في مدارسنا 300,000 من النازحين واللاجئين الذين دمرت بيوت، نحن هنا زودنا المشافي ومحطات الصرف الصحي والمياه، يعني لا اريد ان اقول لك من يعمل في غزه ومن لا يعمل في ظل غياب الحكومه الفلسطينيه ايضا. نعم. لا غياب الحكومه ليست فاعله، ونحن يا سيدي لا نستطيع ان نتحمل مسؤوليه 2 مليون فلسطيني لوحدنا. يعني نحن نريد هذه الحكومة أن تعمل وأن تكون فاعلة. بالنسبة لموضوع الأضرار ودفع الأموال، يجب على الناس أن تعرف نحن في صف الناس، نحن لسنا بنكا، يعني لدينا أموال ونحجزها على الإطلاق. هناك جهود جبارة تبذل في هذا الإطار، هناك مشاكل عويصة، يعني دعني أقول لك، ولكن هناك نوعين من المانحين، دعنا نتحدث بصراحة. هناك مانحين دوليون وهناك مانحون عرب. العرب أيضا تعهدوا بمئات ملايين الدولارات، لن أقول مليارات، مئات ملايين الدولار. من دفع لنا هي المملكة العربية السعودية والإمارات فقط. واضح. هذا يجب أن يواجه الناس. يجب أن يتحدث الناس في هذا الموضوع. يجب أن يكون هناك ضغوط. واضح سيد عدنان. أيضا في هذا الإطار. سيد عدنان أشكرك، أرجو المعذرة الوقت يعني انتهى، أشكرك شكرا جزيلا عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا، ولكن سنأخذ فقط دقيقة أو أقل دكتور حافظ حول تأثير هذا القرار من الأمم المتحدة أو من الأونروا، وهو ليس كما قال عدنان ليس قرار بمعنى اختياري إنما هم أجبروا على ذلك. ما هو تأثيره على الهدنة القائمة بين حركة حماس وبين الإسرائيليين باعتبار أنه أي تداعيات سيعني انفجار الوضع؟ هذا واضح، والآن بدأت معالم هذا الانفجار في الأفق. الناس لن تصبر طويلا،
وهؤلاء الملايين مئات الناس عشرات الالاف ومئات الالاف من الناس الذين يعيشون بين الانقاض وفي البرد وفي الجوع وغير ذلك من الحياه التي تنعدم فيها ادنى شروط الحياه الانسان البشريه لن يصبروا طويلا وسينفجروا في وجه الجميع سينفجروا في وجه الكيان الصهيوني وسينفجروا في وجه السلطه الفلسطينيه وسينفجروا في وجه النظام المصري وعند ذلك لن ينفع الندم لان الناس عندما تجوع عندما تجوع الناس تخرج حاسرة عن نفسها عن رأسها واضح. تدمر كل شيء. أشكرك دكتور حافظ. إذن مشاهدينا الكرام سنخرج الآن لفاصل قصير نعود بعده لمتابعة القسم الثاني من حلقتنا في هذا اليوم ونتوقف في الجزء الثاني عند عملية دولة الاحتلال الإسرائيلي التي نفذها الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين وراح ضحيتها 7 من عناصر وقادة حزب الله في القنيطرة السورية ورد الحزب حزب الله في عملية عسكرية نفذها قبل يومين في منطقة شبع اللبنانية المحتلة وقتل فيها جنديين وجرح عددا آخر فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.